هذا بيتي وهدوه في 7/11/2017 قبل 14 يوم. وضعنا صعب يعني، انت عارف الدنيا مطر يعني هسه وبرد، بس الهلال الاحمر جاب لنا خيمه. ما بعرف لحد الان ايش بصير يعني، بدك تبني محله يمكن كمان صعب هسه، يمكن يجي كمان يهدموا البيت. تاثير نفسي كثير صار عندي، صار عندي صداع شديد طبعا انا ورجلي صاروا يوجعوني يعني، يعني لما شفت الشوفه هاي زي هيك يعني. ومرتي نفس الاشي يعني، صابها صداع شديد وألم. أنا اسمي أحمد مرعي عيد بني عودة من منطقة الجفتة، بشتغل مزارع. أنا بنيت البيت هذا لمدة 3 سنين يعني طبعاً. البيت بدك تبني توقف بيت، بده يأخذ معك وقت، بدك تشتغل. بتفاجأ في 7 شهور الجيش واقفين هون والجرافات وبقولوا بدنا نهدم البيت تبعك. طلب الأغراض معهم عمال مباشرة، طلب الأغراض ومباشرة فهدم البيت طبعاً. إحنا قبل الاحتلال إحنا موجودين هون من قبل 67 يعني. أنا أبوي صار له 53 سنة ساكن هون في المنطقة، أول إنسان هو بسكن هون في المنطقة. أولادي طبعاً مش حابين يضلوا هون يعني، بعد البيت من هذا مش حابين يضلوا، ما بعرف بيحكوا بنروح مطرح ثاني. طبعاً أولادي بيضلوا عندي بيكونوا أحسن، بكون بدير بالي عليهم. بدنا وقت هسه لما نرجع قوتنا ونستعيد حالنا، بدنا وقت طويل يعني هسه.